وقعت شركة أرامكو السعودية أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم تقدر قيمتها بأكثر من 7 مليارات دولار للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالميا، وذلك خلال فعاليات النسخة 7 لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد اكتفاء الذي اطلقت أعماله أمس الاثنين. شركة أرامكو هي الشركة أكبر شركة في إنتاج النفط، وأيضا تمتلك أكبر ثاني احتياط في العالم، وهي تسعى دائما إلى التقدم والتطور وتنويع الاقتصاد وأيضا تنويع منتجاتها وتعزيز القيمة المضافة. وجاءت الاتفاقيات التي وقعتها أرامكو مع شركاء محليين وعالميين في مجالات متعددة، منها حلول تمويل الموردين وتقديم خدمات سلسلة التوريد والمشتريات وتطوير فرص الاستثمار وخدمات الحلول الرقمية وتوطين وتطوير خدمات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة. برنامج اكتفاء يهدف إلى توطين الصناعات المحلية، جلب الخبرات العالمية، ساعدت في وجود منتج الآن سعودي بشكل كامل. طبعا أهداف البرنامج أهداف مستقبلية وكبيرة. لاحظنا أنه حتى من خلال المنتدى الآن توقيع الاتفاقيات لزيادة عدد المنتجات المحلية. وأطلقت أرامكو السعودية خلال فعاليات برنامج اكتفاء شركة أرامكو الرقمية التي تقوم على تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تخطط أرامكو لاستثمارات ملياريه في المجال الرقمي في 3 سنوات القادمه. تسعى شركه أرامكو السعوديه من خلال توقيع هذه الاتفاقيات في المجال الرقمي الى الاستفاده في تطوير منظومتها الانتاجيه ضمن استراتيجيتها الطموحه الى التوسع اكثر على مستوى العالم. مبارك العنزي، تلفزيون دوله الكويت، الرياض.